بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزائي طلبة الحركة، الحركة اليوم إن شاء الله نشوفوا الحركة المنحنى، كيقول الحركة المنحنية بمعنى أنه المسار تاعها راح يكون منحنى. شوفنا المرة اللي فاتت تسليبات الحركة المستقيمة، اليوم إن شاء الله نشوفوا الحركة المنحنية. ما معنى الحركة المنحنية؟ يعني المسار تاعها راح يكون بطريقة هذه، راح يكون منحني طريقة. فالمواضع التي يشغلها المتحرك ليست على استقامته، طريقة بسيطة جدا. درس الحركة المنحنية أعزائي الطلبة درس بسيط يحتاج إلى أنه التلميذ يحضر الدرس. نشوف الحركة المنحنية مثلا السرعة تتزايد، أم صفر مثل أم واحد مثل أم اثنين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة وكذا. أول حاجة نشوفها بالحركة المنحنية أنه هي أنه المسار شبيه مسار الحركة منحني. علاش؟ لأن المواضع التي شغلها المتحرك شبيهة ليست على استقامة، أوكي؟ لاحظوا المسار منحني، المواضع ليست في استقامة. ننتقل إلى الحاجة المهمة جدا مشتريا هي السرعة. السرعة أعزائي الطلبة كما شفنا الحصة اللي فاتت باللي عرفنا باللي الزمن، زمن تسجيل المواضع وش به؟ راهو زمن قصير جدا، يعني مرتبة ماذا؟ نعلم أن الزمن طول قصير جدا، فالسرعة اللحظية دوما تبقى عند موضع معتبر، مثلا وليكن مثال ام دو، هي سرعة متوسطة. قلنا مرة فاتت كلما كان الزمن قصير كلما اقتربت السرعة اللحظية من السرعة المتوسطة، هي سرعة متوسطة بين المواضع المجاورة. لذلك الموضع المطلوب، يوم شكون ام واحد و ام واحد فاصلة و ام ثلاثة، هذه المواضع المجاورة الموضع ام اثنين، ونكتب فيدو يعني سرعة اللحظية عند الموضع أنت هي فيدو، هي سرعة متوسطة، هي في موين أنتر أن إي تروا، ونكتبها بالطريقة هذه في تراز. يعني في الحقيقة تكتب في تراز، لكن المقصود بها واش هي؟ هي السرعة لا فيتاس موين أنتر لي دو بوزيسيون أن إي تروا، بيسكو هما الجيران تاع اثنين، شكون هو؟ أم واحد وأم ثلاثة، أوكي؟ إذا نرجع واش نكتب؟ نكتب بلي في دو تساوي ام واحد ام ثلاثة على اثنين. علاش؟ لأنه السرعة المتوسطة كما عرفنا واش هي، السرعة المتوسطة هي المسافة لا ديستونس، على الزمن، هذا في الحالة العامة، أوكي؟ لكن المسافة هنا بين الموضعين ام واحد وام ثلاثة واش هي؟ هي ام واحد ام ثلاثة على الزمن طو زائد طو هو دو طو، كما قلنا المرة اللي فاتت بين كل موضع هنا الزمن شنو هو؟ هو طو. لاحظ طو 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 ينسيك فيه. إذا بين موضع وموضع الزمن راهو ثابت متساوي، لكن إذا كان المسافات زادت نفهم بلي السرعة هي اللي تزيد. واضح ولا لا؟ إذا بين أم واحد وأم ثلاثة طو زائد طو قداش؟ اثنين. واضح؟ لكن هنا واش هو؟ المسافة هنا هي أم واحد أم ثلاثة على شكل ماذا؟ على شكل وكأنه شكل ماذا؟ شكل قوس. واضح ولا لا؟ شكل ماذا؟ شكل قوس. لكن هنا الزمن تاعنا زمن قصير، وما دام الزمن تاعنا زمن قصير بمعنى انه المسافات
المسافات راهي تقترب من بعضها البعض. والقاعده تقول اذا كان الزمن قصير والمسافه اقتربت من بعضها البعض، نجم نقربوا طول القوس ام واحد ام ثلاثه الى طول الوتر. ماذا الى طول الوتر؟ ها اللي هو ام واحد ام ثلاثه بطريقه، يعني ما نجمش نجيب مسطره، نجيب مسطره ونبدا نكيل مسطره ونعوجها بطريقه نكيل القوس. إذا القاعدة تقول كلما كان الزمن قصير كلما المسافات اقتربت من بعضها، ها؟ وكلما كان اقترب طول القوس من طول الوتر، إذا نولي نكتفي بحساب الوتر آن واحد ماذا؟ آن ثلاثة، إذا راح نعوض طول القوس آن واحد آن ثلاثة بماذا؟ بالوتر اللي هو آن واحد آن ثلاثة على اثنين طول. وش يدير التلميذ؟ يحسب المسافة المصرة من آن واحد آن ثلاثة، ها؟ ويضربها في سلم الرسم مثلا، سلم الرسم مثلا واحد سنتيمتر في الوثيقة مثال تقابل مثال 0.2 متر في الحقيقة، إذن هذه في الحقيقة ها وهذه في الوثيقة، هذا مثال فقط، هذا ان اكزومبل، هذا يسمى بسلم المسافات. كيف عرفت سلم المسافات؟ لأنه مسافة تقابلها مسافة، لكن كون نلقى مسافة تقابلها ماذا؟ تقابلها سرعة متر على السكوند، نفهم بلي هو عبارة عن سلم ماذا؟ عبارة عن سلم السرعة. اوكي؟ إذا قيسوا المسافة هذه فرضا، المسافة هذه فرضا مثلا تساوي مثال 3 سنتيمتر، احنا نحكي ندير 3 سنتيمتر ها نضربها في ماذا؟ في سلم رسم على 2 طول، مثلا طول مثلا في المثال هذا مثال طول، مثال تساوي 0.01 سكوند فرضا ها؟ إذا على 2 في طول معناها ترجع 2 في 0.01 ها؟ تساوي 3 كيضربها في 0.2 تعطيني 0.6 متر على 0.02 ايام شيه سكوند، وتعطينا النتيجه بماذا؟ بالمتر على السكوند. بالطريقه هذه كنت راني حسبت السرعه في دو على السلم، على السلم ضربنا في 100 في 100 تعطينا 60 على 2 هي تعطينا 30 متر على السكوند. مثال فقط، هذا عباره عن مثال. اوكي؟ اذا هذه الطريقه كيف نحسب السرعه اللحظيه عند موقع معتبر فيدو. اوكي؟ بون، التمثيل، التمثيل، إذا هنا راح نطرح السؤال كيف نمثل السرعة اللحظية؟ السرعة اللحظية كيف نمثلها في الحركة المنحنية؟ عادة، تبقى السرعة اللحظية في الحركة المنحنية هي نفسها تمثيل السرعة اللحظية في الحركة المستقيمة مع اختلاف بسيط، مش هو؟ هو في الحامل، في الحامل. عرفنا بلي في الحركة المستقيمة عزيزي الطالب المواضع شفناها بلي راهي على استقامية، اوكي؟ مثلا بالطريقة هذه شفنا بالمواضع الاستقامية، وقلنا نحسب عادي السرعة اللحظية، لكن شعاع السرعة اللحظية كيف يترسم؟ قلنا بدايته هي الموضع مثال فيدو، في رسم شعاع السرعة اللحظية فيدو، قلنا بدايته هو الموضع أم واعتبر أم دو، جهته بجهة الحركة السونس موفمون يمشي بالطريقة كيما هذه، ها؟ الحامل تاعو شبيه ينطبق على المسافة، يعني الحامل تاعو راح يكون بالطريقة هذه، وطوله بطبيعة الحال يتناسب مع السلم، مع السلم الوسط، إذا الطول تاعو مثلا 1 سنتيمتر راح يكون بالطريقة هذه، ها؟ نقول هذا هو فيدو، لاحظ هذه الحركة المستقيمة المضربة، فيدو بدايته الموضع المضربة، جهته بجهة الحركة، ها؟ حامله ينطبق على المسافة، ها؟ طوله يتناسب مع سلم الرسم المعطى، يعطيني سلم الرسم، نخدم نراجع التناسب ونجم وش يساوي طول شعاع السرعة فيدو، أوكي؟ لكن في كيف مثلوا مثلا، كيف مثلوا شعاع السرعة اللحظية فيدو، ها؟ في الحركة المنحنية عادي راح تكون حتى هو عنده بداية وجهة وحامل وطول، بداية وجهة وحامل وطول، لاحظوا ليه؟ للتلميذ كاين أمور تاع الدرس، أمور بديهية تسمى يتحفظوا، وكاين أمور تاع فهم، هنا لابد أن التلميذ يركز مليح، يركز في الدرس. يعني إذا كان فما مليح الدرس نجمو نحلو التمارين، لكن إذا كان ما فهمناش مليح الدرس تسمى التمرين راح يجينا صعيب وما نفهمو فيه والو. أوكي؟ إذا كيف راح نمثل كيف التمثيل تاع شعاع السرعة اللحظية؟ التمثيل، وعيد التمثيل، سؤال كيف نمثل ونرسم شعاع السرعة اللحظية عند موضع مثلا أندو، مثال يكون هو شعاع السرعة اللحظية
فيديو كيف يترسم؟ طيب والله عادي، وراح تكون عنده خواص الأربعة تاع الشعاع، بداية وجهة وحامل وطول. إذا بداية، البداية كنشوفوها الجهة والحامل والطول، هذه هي خواص الشعاع تاع العمل اللي شفناها في السنة الرابعة متوسط، بداية وجهة وحامل وطول. بداية، بداية الشعاع فيدو هي الموضع المعطى اللي هو راح يكون موضع المعطى تاع الفيدو اللي هو أم ليه تسمى راح يتم. اش يرى في جهه الحركه، في جهه الحركه اوكي، تسمى جهه الحركه هنا بين راح من خلال الترقيم تاع الموضع ام صفر وام واحد وام اثنين، تسمى تعطينا جهه الحركه اوكي. الحامل هنا ما نقولوش شنو طبيعه المسار، راح نقولوا مماس للمسار، مماس للمسار. راك نفهمك عزيزي طارق كيف نرسموا المماس، مماس المسار والطويله تعطى بسلم رسم مناسب على حساب قيمه السلم اللي عطاهولنا في التمرين، حساب السلم اللي عطاهولنا في التمرين اوكي. هاي هو تبع لي عزيزي طارق هنا كيف راح نرسموا شعاع السرعه اللحظيه فيديو. انتبه مليح، انتبه مليح كيف راح نرسموا شعاع السرعه اللحظيه. هنا يكون الطالب، هنا يكون الطالب اللي يكون الطالب حسب فيديو شنو يساوي. هنا نشوف المثال، مثال حسبنا فيديو، مثال لقينا مثلا تساوي 30 متر على السلوم، مثال أو 30 متر السلوم قيمة كبيرة بزاف، مثال لقينا مثلا 1.5 متر على السلوم، هذه هي قيمة فيديو، وعندنا مثلا صورة رسم أنه كل 1 سنتيمتر مثال تقابلها 3 متر على السلوم، هذا يسمى بماذا؟ يسمى بسلم السرعات. تعرفتوا بلي سلم السرعات؟ لاحظوا واحد متر على السلوم، بينما هذه وحدة السرعة، إذا كل 1 سنتيمتر تقابل 3 متر على السلوم، تيميل واش يدير؟ يدير الرابع المتناسب، راح يدير الرابع المتناسب، راح يدير واحد يقول لدينا باش يدير الطول 1 سنتيمتر يقابل 3 متر على السيكون، إذا 1.5 متر على السيكون يقابل الطول اللي هو شكون؟ إكس، إذا إكس تخرج لنا، إكس تخرج لنا هي 1.5 قسمة 3 تعطينا ماذا؟ تعطينا 1.5 على 3 تساوي 0.5 سنتيمتر، فهمت؟ باسكو واحد إكس من وحدة سنتيمتر، تسمى هنا تعطينا نصف نصف سنتيمتر، نصف سنتيمتر. اوكي واش نديرو هنا؟ نرجع للتسجيل تاعي، واش نديرو؟ نحكمو المسطره، نروح نرسمو شعاع بدايته امترو، اذا حيبدا الشعاع تاعنا منين؟ حيبدا الموضع امترو اللي هو هذا. ايوا الجهه تاعو راح تكون بجهه الحركه، حيكون بالطريقه كيما توجه بالطريقه هذي. الحامل تاعو مماس المسار، حنا باش نرسمو المماس، تبع معايا عزيزي طارق واش راح دير. شوف الانحناء هذا وكانه عباره عن قوس من دائره، انت كون تلاحظ متواصل ترسم الدائره، نحاولوا في الخيال تاعنا نكملوا نرسموا الدائره، لاحظ مليح كون نحاولوا نرسموا الدائره نكملوها راح تكون ابي بري بالطريقه هذه تقريبا تقريبا هكا، واذا كنت مركز تاعها بالطريقه هذه هو هنا، اذا القوس هذا، القوس هذا ها وكانه هو جزء من الدائره هذه هكا. بون روحوا نوصلوا بين النقطة أو والنقطة أ، وصلوا بين النقطة أو وأ بالمسطرة. أيوا ونرسموا شعاع اللي هو المماس، لأن القاعدة تقول دوما المماس عمود على نصف القطب. إذا باش يكون الرسم تاعك صحيح، باش يكون الرسم تاعك صحيح، حاول توصل بين مركز الدائرة ماذا؟ و و وترسم المماس اللي هو يكون عمود على نصف القطب. معايا ولا لا؟ إذا كي نجي نرسم بالتقريب كي يجي نرسم الشعاع هذا اللي يكون تاعو 0.5 سنتيمتر راح يكون بالطريقة هذه، يكون عمودي في نفس الوقت على نصف القطب. بالطريقة هذه طوله 0.5 سنتيمتر، هذا هو شعاع السرعة اللحظية فيه، هذا هو المماس. لأن احنا شفنا الطلبة كل واحد فيها اسم المماس، واحد يميل بالطريقة هذه يقول بالتقريب هذا هو المماس، واحد يقول كذا، لا
اذا بغيت تصل للمماس بطريقه دقيقه وعيف نحاول نشكلوا الدائره تاعنا ونفرضوا يعني بالعين فقط نشوف المركز انه المركز الدائره تاعنا هو نقطه او نوصلوا بين او والنقطه ام 2 ها ونرسم نحاول نرسم شعاع عمودي على هذا النصف القطر هذا يمثل الدائره هذه الخياليه اوكي هذا هو الفيديو طوله تقريبا اذا سيبقى 5 سنتيمتر هذه الطريقه كيفاش نرسم شعاع السرعه اللحظيه ها فيديو اذا عزيزي طالب واش فهمت انت بلي هناك فرق بين الحركه المستقيمه والحركه المنحنيه اذا شعاع السرعه اللحظيه في الحركه المستقيمه يكون ينطبق على المسار اما في الحركه المنحنيه يكون ماذا يكون مماس للمسار اوكي هنا بطبيعه الحال كون نوصلوا لرسم الاشعه هنا بدا الحركه تمشي وتزيد مواضع تمشي وتزيد كون نحب نرسمها في الفيترو راح يكون حتى هو ها عمودي على المسار لكن احنا كاين حاجه واش يكون راح يكون طول الشعاع في 3 راح يكون اكبر من طول الشعاع في 2 بطبيعه الحال يكون الحركه تاعنا واش بها تتزايد ما دام الحركه تتزايد فان السرعه تزيد اذا راح يكون سيلوجيك منطقي ان شعاع السرعه اللحظيه في 3 راح يكون اكبر من شعاع السرعه اللحظيه في 2 هكذا هنا الدائره راح تكون عكس تسمى النقطه تكون هنا كي نوصل شعاع عمودي تقريبا راح يكون هكا يكون الشعاع في 4 لاحظ اكبر من الشعاع في 3 يعني تسمى تزايد السرعه راح يكون تدريجي يمشي ويزيد تمام واضح ننتقلوا لحاجه مهمه جدا ثاني في الحركه المنحنيه وهي شعاع التغيير في السرعه بسم الله شو هاد التغيير السرعة؟ يعني الحديث تاعو الحديث عليه كبير علاش؟ لأنه هناك فرق بين شو هاد التغيير السرعة في الحركة المستقيمة فرق كبير وشو هاد التغيير السرعة في الحركة المنحنية فرق كبير لا من ناحية الحساب ولا من ناحية التمثيل وهذا السؤال اللي يطرحوه الطلبة بزاف خاصة كيف نحسب شو هاد التغيير السرعة في الحركة المنحنية كيف يتحسب؟ شوف عليها عزيزي الطالب هنا في الحركة المنحنية واش لازم نفهم الحركة المنحنية واش لازم نفهم احنا قلنا ان الحركة المنحنية بطريقة هذه فرضا يذهب بالطريقة كما هذه او نصف مواضع ام صفر ام واحد نبقاو دائما في مثال ان المواضع تمشي وتزيد ام اثنين ام ثلاثة ام اربعة ام خمسة ام ستة والوسط هذه حركة منحنية تمشي وتزيد اوكي هنا راح نتكلموا على شعاع التغيير في السرعة شعاع التغيير في السرعة يوصلوا بالرمز ضد في لاحظ مليح عزيزي طالب الشعاع يكون هنا ما يكونش فوق ذلك مثلا دلتا في ام شعاع التغيير في السرعة دلتا في ام شو هذا اللي استعدت هذه الآن هذا هو يبقى دوم هو عبارة عن الفرق هذا في إنشاء في التمثيل يبقى هو دلتا في أم ماذا يساوي دلتا في أم يبقى يساوي عبارة عن في أم دائما هو عبارة عن الشعاع المتقدم اللي هو في أم بليس أم ناقص في أم موز يعني دائما هو الشعاع المتقدم الفرق بين الشعاع المتقدم السرعة المتقدم وشعاع السرعة المتأخر مثال Si on voit un exemple, il fait delta V3 égale V4 nats mada nats V2. واضح هذا لكن هذا في التمثيل فكرة الحساب لا وهذا هو الفرق بين الحركة المستقيمة والحركة المنحنية في الحركة المستقيمة نكون ديروا تذكير كيف نحسب دلتا V شو هي تغيير السرعة في الحركة المستقيمة الحركة المستقيمة شفنا اعزائي الطلبة مثلا باش نحسب مثلا دلتا في مثال 3 نديرو عبارة عن في شكون المتقدم اللي في 3 هو عبارة عن في 4 ناقص في ماذا في 2 المتأخر هكا ونحسبوها حسابيا وشو نحيو الأشعة دلتا في 3 مثال تساوي دلتا في 4 مثلا حسبناها مثلا الطاولة تاعها القيمة تاعها مثلا هي مثال 7 ودلتا في كي حسبناها مثلا كقيمه وكطويله مثلا هي 5 راح نلقاو قال بلي دلتا في 3 ماذا تساوي؟
7 ناقص 5 هي 2 متر على السيكون. اوكي، في الحركه المنحنيه هذا الطريقه هذه ما تصلحش، في الحركه المنحنيه الطريقه هذه ما تخرجناش، ما نمشيوش تاني. كيف ندير؟ عفوا، في الحركه المنحنيه باش نحسبوا دلتا في 3 لازم يترسم، يعني لازم نحسبوه من الرسم، نحسبوه من الرسم تسمح تكون علاقه موجه الرسم والسلم الرسم. هنا مثلا يعطينا سلم الرسم مثلا في الحركه هذه، يقول لنا مثلا كل بعد سنتيمتر مثال تقابلوا مثال 2 متر على السلم، فرضوا هذا السلم، هذا يسمى بسلم السرعه، لاحظ الوحده نمشيه متر على السلم، اذا هو عباره عن سلم السرعات. وهذا هو السلم اللي نحسبوا به ماذا؟ دلتا في. إذا أنت باش تحسب دلتا في لازم أول حاجة ديرها لازم الرسم تاعك يكون دقيق جدا، لأنه إذا كان غلط في الرسم القيمة اللي راح تجيب لها الطول تاع دلتا في تاعك اللي راح تخدم بها الرقم المتناسب مع سلم الرسم راح يخرج غلط. وبالتالي عزيزي الطالب أنت باش تلقى دلتا في، وهذا هو أصعب سؤال دائما نقوله، كاين طلبة مفهمين بصح ما يعرفوش يرسم، وكي ما يعرفش يرسم راح يلقى قيمة دلتا في راح يلقاها غلط، واضح ولا لا؟ راح يلقاها غلط. إذا نرجع هنا، شعاع التغيير في السرعة اللي هو دلتا في ار، التمثيل تاعو كنا نمشيو بالطريقة العادية. هنا الخطوات باش نحسبوا لحساب دلتا في، وليكن مثلا دلتا في 3 باش يساوي كقيمة دلتا في 3، يجب أولا تمثيل دلتا في 3. ثم نقوم بالرابع المتناسب مع سلم الرسم، سلم الرسم ماذا؟ السرعات، مع سلم الرسم السرعات يا وهب. أيوا في الطريقة هنا كيف نحسبوا دلتا مترو؟ كيف نحسبوه؟ أو كيف نمثلو؟ عفوا كيف نمثلو دلتا مترو؟ هنا كما قلت لك المره اللي فاتت باش نمثلوا دلتا في 3 لابد ان تكون شعاع السرعه المتقدم والمتاخر لازم يكون مرسوم، يعني فرضا باش نحسبوا دلتا في مثلا نروحوا دلتا في 3 مثال نحسبوا مثال يجب اول تمثيل دلتا في 2 لانه واضح الرسم شويه، باش نمثلوا دلتا في 2 لازم يكون في 1 تاعك مرسوم، تسمى لاحظ هذا تقريب هذه الدائرة تاعنا هنا، تسمى راح يكون في ان مثلا بالطريقة كيما هذي، كيف وفي 3 كذلك راح يكون بالطريقة كيما هذي، هذا هو في 3 باش نجمو نرسمو في 2، إذا أعيد لحساب عفوا باش نجمو نرسمو دلتا في 2، باش نرسمو دلتا في 2 باش نجمو نرسمو دلتا في 2 باش نرسموه ونحسبو، أول حاجة لازم يكون شعاع السرعة اللحظية في 1 يعني المتأخر، والشعاع السرعة اللحظية في 3 المتقدم لازم يكونوا مرسومين، واضح ولا لا؟ واش نديروا هنا؟ راح نديروا قاعدة السحب، واش نديروا؟ نختار نقطة كيفية ولتكن أو كما شفنا في الحركة المستقيمة، نختار نقطة كيفية ولتكن مثلا أو، نرسموا من نقطة أو نرسم الشعاع ماذا؟ الشعاع المتقدم نسحبوه إلى الطريقة هذه، نسحبوه الطريقة هذه، هذا هو في 3 مثال فيه 2 سنتيمتر فرضاً في 2 سنتيمتر، هذا هو في 3 بريم، على سبيل المثال بريم هو شعاع يساوي الشعاع هذا، لازم يكونوا متساويين من ناحية واش؟ من ناحية الجهة، من ناحية الحامل متوازيين، ومن ناحية ماذا؟ من ناحية الطول، بداية عفوا الجهة وحامل وطول. ومن نفس النقطة نرسم ماذا؟ نرسم الشعاع، يساوي الشعاع المتأخر، شعاع السرعة المتأخر اللي هو في الطريقة هذي، التقريب فقط، الطريقة هذي، هذا هو في بريم واحد، نفس الجهة، نفس الحامل ونفس الطول، عفوا، يسكن السبورة تاعي في ما فيهاش. ماشي دقيقة، كما واش نديرو بعد ما وصلنا الشعاع بنفس النقطة، وصلنا الشعاع السرعة المتقدم،
وشعاع السرعة المتأخر من نفس النقطة، واش نديرو بعد؟ نصل بين نهاية شعاع المتأخر ونهاية شعاع المتقدم، نصل بينهم. الطريقة هذا، هذا هو دلتا في دو بريم، هذا هو دلتا في بريم. نديرو هذيك السحب، هذيك الساعة، نسحبو، نسحب الشعاع المتحصل عليه، نسحبو إلى الموضع المعتبر شكون هو؟ اللي هو أن، نسحبو بالطريقة كيما هذي، نسحبو. فقط عزيزي الطالب تحاول انت تعاود وحدك في ورقه مليمتريه، ها هذا هو دلتا في دو. ولاحظ اللي احنا ندوها من بعد باش كنا ملاحظ، لاحظ كنا نحكم الدائره اللي نوصل القوس هذا، عفوا القوس هذا كنا نحكم ونوصلوا معاه، نوصلوا معاه راح نشكلوا ماذا عزيزي الطالب؟ راح نشكلوا، نشكلوا ماذا؟ دائره، ها المركز تاعها شكون هي؟ راح يكون دلتا في دو هذا بالتقريب ماذا واش به متوجه نحو مركز ماذا؟ مركز التقاطع او مركز الانحناء، فهمنا؟ اذا شنو نديرو هنا؟ هذيك الساعة باش نحسب دلتا في دو باش نديرو؟ نقيس، نقيس من الشكل او من التسجيل طول الشعاع دلتا في دو المتحصل عليه، ها؟ ثم نحوله الى الحقيقه، يعني ثم نقوم بالرابع المتناسب، بالرابع انا نقول لك الطريقه المتناسب باش الطالب تاعنا يفهم بالرابع المتناسب ماذا مع السلم السرعه، كما قلنا ذكرنا قلت مع السلم السرعه. هذه هي الطريقه عزيزي الطالب كيفيه حساب شعاع السرعه اللحظيه دلتا في دو، شعاع التيار عفوا شعاع التيار السرعه اللحظيه دلتا في دو، شعاع التيار السرعه دلتا في دو في في تسجيل معين. اذا مش نقول لك الساعه مثال نقيس مثلا الطول هذا، الطول هذا مثلا فرضا نلقاو مثلا يساوي 1.5، إذا واش نديرو؟ نجيبو الرابع المتناسب تاعنا، قال 1 سنتيمتر تقرب 2 متر على السكون، هذي واش هي؟ هذي المعطيات، ها؟ المعطيات، طول الشعاع دلتا في دو تاعنا 1.5، قال 1.5 سنتيمتر، ماذا تقرب؟ تقرب قيمة دلتا في دو، هذا اللي ديال الشعاع، ها؟ بيسك راهو عبارة عن قيمة، قيمة. قيس دلتا في دو شو يسوي؟ قال دلتا في دو هذيك الساعة شو يسوي؟ شو يسوي؟ هي 2 في 1.5 هي قداش؟ هي 3 متر على السلم، 3 متر على السلم، هذه هي قيمة دلتا في دو. لكن عزيزي الطالب هناك ملاحظة، على قد ما ترسم شعاع دلتا في دو تاعك صحيح، على قد ما تجي قيمة دلتا في دو تاعك قيمة تجي مضبوطة وصحيحة. يعني الطالب مثلا طلب كون يغلط مثلا في قيمة أو يغلط في السحب، هي كانت طريقة الورقة الميمترية أو طريقة الكوس باش تجيب التسجيل تاعنا، يجيب التسجيل تاعنا دلتا في دو تاع القياسات تاعو تكون، تكون صحيحة. فهنا عندنا ملاحظات، ملاحظة، ملاحظات، راح نتكلمو شوية على دلتا في دو من ناحية الحامل تاعو ومن ناحية الجهة تاعو، وراح نتكلمو على القوة كذلك وخصائص القوة مع دلتا في دو. خصائص القوة كما شفنا في الحركة المستقيمة، كما شفنا في الحركة المستقيمة. في اطوال الحركه باش نختصر برك الامور،
اذا عندنا ثلاث اطوار مرحله. اذا نقدر عندنا مرحله عندنا ثلاث مراحل، عندنا ثلاث مراحل. ممكن نزيدو مثلا مرحله انو الجسم مثلا في الحاله هذه مثال ساكن، مرحله اولى، مرحله اثنين، مرحله ثلاثه، مرحله اربعه. تبعنا على سيزي طاح تحت فمي، نديرو مرخص. الحركه هي حركه مستقيمه، حركه مستقيمه. مثلا هذه ا ب سي، ا ب من ب سي متضربه، من سي دي مثلا ها شو فيها اي متضربه. شوف هنا عزيزي الطالب، لازم تفهم انا باللي المخطط هذا هو عباره عن مخطط. ماذا؟ مخطط سرعه في بالمتر على السكون. اوكي، باسكو بعض التلاميذ قلت له انا جهه حركه الصعود والنزول، قال لي استاذ المرحله الاولى مرحله صعود والمرحله الثالثه مرحله نزول. هذه مش صعود ولا نزول، جم يضغطوا ولا يشوفوا من العين. هذه مخطط السرعه، يعني السرعه قاعد تتغير، السرعه تتزايد، السرعه منتظمه او ثابته، الحركه منتظمه السرعه ثابته. هنا السرعة تتناقص وهنا الجسم شبيه راهو في حالة سكون. إذا من أ بي هنا واش فيها؟ السرعة تتزايد، لافيتاس السرعة تتزايد. هنا واش فيها السرعة؟ لافيتاس راهي الحركة منتظمة، السرعة ثابتة، لافيتاس هذي كونستونت سي تي. هنا من سي تي الحركة واش فيها؟ السرعة تتناقص، السرعة واش فيها؟ تتناقص. أما من مرحلة الحركة المرحلة الأخرى الجسم راهو في حالة ماذا؟ سكون، راهو باقي هنا، لكن الزمن واش فيه؟ الزمن راهو قاعد، الزمن راهو قاعد يمشي، الزمن يمشي هو واش فيه؟ راهو حاس، هنا راهي حالة سكون. إذا هنا ندير ملخص فقط، هنا السرعة تتزايد واش معناها؟ معناها الجسم يقلع، معناها دلتا في أول حاجة، دلتا في واش فيه؟ بجهة الحركة، الجسم يقلع إلى قوة إف كذلك، بجهة الحركة، وكان الحاجة الموالية واش هي؟ أنه دلتا في موجب، دلتا في هنا واش فيه؟ موجب، يكون السرعة تاعنا راهي في الجهة الموجبة. في الحركة في المرحلة من بي إلى سي لاحظ بلي السرعة واش فيها؟ السرعة ثابتة، الحركة مستقيمة منتظمة، سمعنا دلتا في معدوم، دلتا في واش فيه؟ دلتا في واش فيه؟ يساوي صفر. هنا لا توجد قوة، لا توجد قوة آف. أوكي؟ ما كانش قوة، الجسم يحافظ على السرعة تاعو، وما كانش قوة معناها مبدا العطلة بحق، مبدا العطلة راهو بحق. المرحلة الثالثة العكس تاع المرحلة الأولى، دلتا في غيكون بعكس جهة الحركة، إف بعكس جهة الحركة، والجسم سرعته تتناقص، مبدا العطلة غير محقق، مبدا العطلة غير محقق. في المرحلة الأخيرة هذه مبدا العطلة محقق، الجسم يخضع إلى قوة، أو نقولوا الجسم يخضع إلى قوة متنافية. مثال وأنت جالس على الكرسي، فأنت تخضع إلى قوة متنافية، قوة ثقل وقوة رد الفعل، يعني كلاهما ينفي الآخر. أوكي؟ هذا واش شفنا المرة اللي فاتت برك على الحركة، ماذا؟ الحركة المستقيمة وعلاقتها بالقوة، القوة واش هي؟ القوة قوة إف، إذا علاقة دلتا في بالقوة إف، علاقة دلتا في، نعم، بالقوة إف. في الحركة المنحنية، في الحركة المنحنية نفس الشيء، نفس الشيء. احنا قلنا دلتا في، دلتا في هذا بالنسبة للجهة والحبل تاعو يكون بجهة تقاعد المنحنى. مش معنى جهة تقاعد المنحنى يعني يكون بمركز الانحناء، يعني يكون نحاولوا نرسموا دائرة بثلاثة كيما هذه، هذا المركز تاعها مثلا وليكن او، تسمى دلتا في تاعنا راح يكون، كون نرسموا كون نوصلوا الحقل راح واش فيه؟ راح يكون الجهة تاعو بجهة ماذا؟ بجهة انحناء، جهة مركز التقاعد، بجهة تقاعد المنحنى، يعني مركز تقاعد المنحنى وليكن يقول لي شكون هي نقطة؟ نقطة او. علاقة دلتا في بالقوة اف، راح نقولوا بلي دلتا في واف لهما نفس الخصائص، نفس الخصائص. لماذا؟ لماذا؟ من جهة وحامل لو نفس الجهة، نفس الحامل ونفس الثبوتية، نفس ماذا؟ الثبوتية، يعني إذا كان دلتا في ثابت فإن اف ثابت كما هو، لكن اف هو اف تمثل بطول، نحس طول شنو؟ بطول كيفي، بطول كيفي، يعني يكون حبنا مثلا نمثل قوة دلتا في هنا، ها؟ في الحالة في التمرين هذا يكون مثلا
مثل قوة اف في الموضع الأبدا. كيف راح نمثل قوة اف؟ راح تكون بتركها. مثال حنستنى مثلا بطول مثال 1 سنتيمتر. يعني نفس الحامل نفس الجهة، لاحظ ها قوة اف نفس البداية تمام، لكن طول تاعها كيف؟ طول تاعها ماذا؟ طولها كيفي، طولها كيفي، مثلها بطريقة كيفية، عفوا بطريقة كيفية، اوكي؟ بون، حاجة المهمة ثاني في الحركة المنحنية، في الحركة المنحنية، وش هي؟ هي الأسئلة اللي تجينا باختبار، تأجب بصحيح أو خطأ. هي الأسئلة اللي تجينا باختبار بصحيح أو خطأ. لازم نفهموا حاجة، ملاحظة دقيقة جدا، ملاحظة مهمة جدا، مهمة جدا. شعاع السرعة، شعاع السرعة دوما بجهة الحركة، بجهة الحركة، يعني شعاع السرعة هذا الذي راهو دائما يكون بجهة الحركة، حتى لو كنت تكون الحركة تاعنا مثلا وش بها حركة متباطئة، فإن شعاع السرعة دوما بجهة الحركة. شوف هنا نطرح سؤال مثلا، نطرح أسئلة ونحاولوا نجاوبوا عليها. مثال نعاودوا نرجعوا لمراحل الحركة تاع البيض تي بار سكون وفي في المتر على السكون. لاحظ يا عزيزي الطالب أنا دعنا نطلق الحركة 1 2 3. الحركة الأولى حركة مستقيمة مثل ما سمى هذا مستقيم، وحركة مستقيمة وش تبع؟ متسارعة. حركة مستقيمة متسارعة، هنا الحركة المستقيمة منتظمة، هنا الحركة المستقيمة وش تبع؟ متباطئة. نكون نطرح السؤال في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى يقول لي مثلا في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام، متسارعة بانتظام دلتا في و اف بجهة الحركة. نعم في المرحلة الأولى، لاحظ المرحلة الأولى هذه دلتا في، دلتا في والقوة اف وش بيهم؟ بجهة الحركة، بجهة الحركة. بطبيعة الحال بس الحركة تاعنا وش بها؟ ماذا؟ حركة مستقيمة متسارعة. مليح. يقول لي مثلا في المرحلة الأولى، نبقاو في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى الحركة مستقيمة، في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام القوة اف تتزايد بانتظام. أعيد، في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام القوة اف تتزايد بانتظام. لا خطأ، الإجابة الصحيحة في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام القوة اف ثابتة. القوة اف شبيهة، شبيهة ثابتة. على ثابتة، على ثابتة. لاحظ بلي الحركة تاعنا شبيهة هي ثابتة على مستقيمة، السرعة تتزايد بانتظام. إذا دلتا في هنا وش بيه؟ هنا راح يكون دلتا في ثابت. إذا دلتا في وش بيه؟ راهو ثابت. على أساس الحركة متسارعة بانتظام. مش معنى كلمة بانتظام، بانتظام على دلتا في راهو ثابت. فاهمين؟ واضح ولا لا؟ إذا انتبهوا مليح أعزائي الطلبة أن التعابير اللغوية هذه راهي تعابير دقيقة جدا. شو نعطيكم واحد العفسة، عفسة مليحة بزاف باش التلميذ هنا ما عادش يغلط. حنا كي نقولوا انتبه مليح، ساعات نهضروا حوايج ما فهموهمش. هنا نقول مثلا حركة مستقيمة، حركة مستقيمة متسارعة بانتظام. وش معنى الهرة هذا؟ هذا تعبير لغوي، راح نسيبوه إلى تعبير رياضي. الحركة مستقيمة معناها المواضع في استقامية، المواضع في استقامية، المواضع التي شغلها المتحرك في استقامية. هذه تلعب على واش؟ تلعب على المسار، معناها المسار تاعها مستقيم. متسارع، وش معنى متسارع؟ متسارع معناها دلتا في وش بيه؟ راهو موجب. هذا بطبيعة الحال إذا كانت السرعة بجهة الحركة، ندرسوا الحالة العامة أن السرعة راهي في جهة الحركة، يعني لو تكون السرعة في عكس جهة الحركة ودلتا في سالب، تسمى تكون الحركة متسارعة. هذا ما ندخلوش في نطاق هذا، يعني نمشيو دائما بلي السرعة، أن شعاع السرعة تاعنا راهو دوما الموجب. يعني السرعة تاعنا دائما تتحرك في الجهة الموجبة. بون، دلتا في وش بيه؟ راهو موجب أو بجهة الحركة، بجهة الحركة، هي بانتظام. وش معناها؟ معناها دلتا في ثابت. دلتا في، دلتا في وش بيه؟ راهو ثابت. يعني صحيح أنه تكون الحركة تاعها متسارعة، بصح دلتا في وش بيه؟ ماهوش ثابت. تسمى دائما قلنا بانتظام، معناها دلتا في وش بيه؟ راهو ثابت، والقوة اف الثانية كذا وش بيها؟ راهي ثابتة. قوة اف ثابتة. إذا كي نسمع كلمة بانتظام، معناها دلتا في ثابت واف راهي ثابت. ملاح. كون شوفوا العكس، الحركة مستقيمة متباطئة بانتظام. كيف مسار مواضع استقامية متباطئة، معناها دلتا في عكس جهة الحركة أو سالب، وبانتظام يبقى دوم ماذا؟ أنه دلتا في ثابت واف كذلك وش بها؟ ثابت. إذا هنا السؤال فيه فخ،
جالي في الحركة المستقيمة المتسارعة بانتظام هم القوة F تتزايد بانتظام. لا ما كاينش علاقة بين تزايد القوة وتزايد السرعة وتزايد القوة. القوة عندها علاقة بوش؟ عندها علاقة بدلتا V. إذا كان دلتا V ثابت فإن F ثابت، إذا كان دلتا V غير ثابت فإن F غير ثابت. واضح؟ يجينا السؤال مثلا على المرحلة الثالثة، يقولنا في الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام دلتا V و V دلتا V و V من الحركة في المرحلة الثالثة في الحركة عفوا في الحركة المستقيمة عفوا المتباطئة بانتظام المتباطئة بانتظام. يعني واش المرحلة؟ يعني نفس الشكل تاعنا حنا في المرحلة ماذا؟ في المرحلة الثالثة. يقول لي دلتا V و V عكس جهة الحركة، عكس جهة دلتا V و V عفوا يقول لي V عفوا V عكس جهة الحركة. نبداو ساعة V V عكس جهة الحركة. إذا الحركة متباطئة شعاع السرعة عكس جهة الحركة؟ لا، احنا قلنا المرة اللي فاتت بلي شعاع السرعة دوما بجهة الحركة، يعني حتى في الحركة المتباطئة شعاع السرعة واش فيه؟ راهو بجهة الحركة. إذا هذه واش بها؟ واش بها؟ عبارة خاطئة. الصحيح أن شعاع السرعة دوما بجهة الحركة. تمام؟ سؤال واحد آخر يقول لي في المرحلة مثلا الثانية في الحركة المستقيمة المنتظمة القوة آف ثابتة، القوة آف ثابتة. حاول على أساس إطارك أنك تجاوب كل نقطة مثل الإجابة. في الحركة المستقيمة المنتظمة القوة آف إيش بها؟ ثابتة. واش رأيك؟ صحيح ولا غلط هذا؟ خطأ. في الحركة المستقيمة المنتظمة القوة آف معدومة. علاش؟ بالنسبة لنقطة العطلة. يحافظ كل جسم على سكونه أو حركته المستقيمة المنتظمة ما لم يخضع إلى قوة، يعني ما كانش قوة أثر لي. واضح؟ إذا هذه العبارة خاطئة. هنا آف ليست ثابتة بل أصلا معدومة. كذلك يقول لي في الحركة المستقيمة المنتظمة إلى المرحلة الثانية يقول لي مثلا دلتا في، دلتا في ثابتة. خطأ. في الحركة المستقيمة المنتظمة دلتا في معدومة. ونجي نسمع كلمة دلتا في في المرحلة الأولى أو المرحلة الثالثة فقط. أوكي؟ يقول لي مثلا يقول لي مثلا في يقول لي مثلا في الحركة المستقيمة نرجع للمرحلة الثالثة في الحركة المستقيمة المتباطئة المتباطئة بانتظام القوة F تتناقص بانتظام. في الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام القوة F تتناقص بانتظام. خطأ. في الحركة المستقيمة المتباطئة بانتظام القوة F ثابتة. احنا قلنا كلمة بانتظام مش معناها مش تعني انه F ثابت. واضح؟ إذا لابد أن يفرق بين تزايد السرعة أو تناقص السرعة وثبوتية القوة. واضح؟ إذا كلمة بانتظام خلاص معناها راهو دلتا في ثابت و اف ثابت. إذا كلمة بانتظام هذه تعني أن دلتا في اف دلتا في و اف راهم ثابتين. أما كلمة متناقصة أو متسارعة راهو نقصد بها السرعة. إذا متسارعة معنى السرعة تتزايد، متباطئة أن السرعة تتناقص. واضح؟ أنه كلمة متسارعة ومتباطئة ما عندهاش علاقة بواش؟ بالقوة F. واضح؟ خاصة كي نسمع كلمة باش بانتظام. أوكي؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.